يهوذا، أختي ماتت، ماتت وتركت طفلا صغيرا. هكذا إذن يوسف يرى في منامه أن الكواكب تسجد له. أقسم أن أقتله، لن أسمح لكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 10 أولاد تمرين أمامهم دون أن تعبئي بهم وتقصدين الطفل الصغير. وبدأت بذور الحقد تنبت وتنبت. ويلي عليك يا أختي، فقدت أختي. هيا 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 أنتم استيقظوا. وتبقى عناية الله وإرادته لتصبح قصة يوسف عليه السلام أحسن القصص. إن لم تفعل ما آمرك به لتكونن من الصاغرين. خذوهما إلى السجن. من فعل هذا؟ من يشتري هذا الغلام؟ من يشتري هذا الغلام؟ مولاي الملك انتظر، الطعام فيه سم. هذا الفتى لم يذق العبودية في حياته. قصة نبي الله يوسف الصديق في عزيز مصر.